شاء الله الفرنسيه ياك السريعه، غنشوفوا كيفاش الانسان انه يتكلم على نفسه قدام الناس ياك، كيفاش تقدم راسك للمدير، كيفاش تقدم راسك للصديق، كيفاش تقدم راسك لاي واحد مثلا تتعرف عليه اول مره ياك، او انك باغي تخدم مثلا عنده في شي مؤسسه او في شركه الى اخره. مثلا بو بارلي دو سوا اون بوبليك، يعني باش تتكلم على راسك قدام الناس، ان بو يوتيليزي دي اكسبرسيون اي دي فراز سومبلابل ا سيل كي سويف، يعني تنستعملوا واحد الجمل ولا واحد التعابير ياك، و يعني مماثله سومبلابل يعني مماثله ا سيل كي سويف ياك، يعني بحال هذا الشيء اللي غيجي. جو مو بريزونت محمد، انا محمد ياك، موا سي عائشه، اي توا؟ يعني كنقدم راسي محمد. جو مو بريزونت يعني تنقدم راسي محمد، موا سي عائشه، اي توا؟ يعني انا عائشه وانت بونجور فاطمه الزهراء، يعني بونجور فاطمه، جو سوي اون سيزيام اني دي بريمير، جي 11 اون، يعني تقول اي حاجه على نفسك فهمتي، جي 11 اون. كتعطي المعلومات على سا ديبون شنو باغي تعطي انت من معلومه، واش باغي تتكلم على السن، واش باغي تتكلم على المستوى، واش باغي تتكلم على شنو تتبغي، ولا منين جيتي، ولا فين ساكن الى اخره. هذه كلها تتعلق بالانسان اللي غيتكلم ياك، وهذو كلهم معلومات على هذا الشخص اللي تيتكلم. جابي جيستون فاس دو ليكول، انا تنسكن مقابل المدرسه، او 13 غي، يعني في يعني في العنوان 13 ياك، هذا بالدار لا هذا هي الدار، الدار رقم 13 غي ميموزا موفيل نوفيل، يعني شارع ميموزا مدينة الجديدة، جديدة ياك، أ 3 كيلومتر دو. دابا تيزيد يحدد بالضبط باش السيد يفهم، مثلا إلا ما كانش عارف حتى هاد المدينة الجديدة فين، يقول ليه أ 3 كيلومتر دو دو ليكول، يعني 3 كيلومتر على على المدرسة باش بعيد ياك. جو سوي غون ولا غوند إلا كانت فيمينا، بوتي ولا بوتيت إلا كان فيمينا، مانس يعني غون كبير، بوتي صغير، مانس رقيق ياك. جي دي شوفو كور، يعني عندي تتكلم شي واحد مثلا وما تيشوفكش مثلا في التليفون وما عارفش الصفه ديالك، مثلا تقولو جي دي شوفو كور ياك، عندي الشعر ديالي قصير لون ولا طويل. فريزي، فريزي يعني داك الشعر تيكون بحال ديال الافارقه، تيكون ملولب، او تريسي يعني مضفور ياك. جي دي زيو نواغ، انا عيدي ياك حلين، مارون بلو ياك. جي جوي او فوتبول او باسكيت، يعني تلعب هادو هادو الهوايات ديالي، او غاردي لا تيليفزيون، لير فير دي غاتو، هادو كلهم هوايات يتكلم ياك، وتيقول واحد الجمله معينه مثلا في الفرنسيه وحتى باللغه العربيه الى اخره، يعني تيتكلم وتيقول ديك الجمله، ملي تنقلبوا تلقاو ديك الجمله اللي بدا انها تخضع لهاد الربعه، يعني وحده من هاد الربعه فهمتي، اما انها تكون فخاز ديكلاراتيف، ولا فخاز انتيروغاتيف، ولا فخاز اكسكلاماتيف، ولا فخاز امبيراتيف. اذا سولو لا ناتور دي ميساج، يعني على حساب الميساج اللي باغي تقول، على حساب الكلام اللي باغي تقول، على حساب الرساله اللي باغي توصل، كومونيكي على الشيء اللي باغي نوصلو اون امبلوغا، يعني تنستعملو اون دي فخاز سويفونت، يعني تنستعملوا وحده من هاد الربعه، من هاد الافراد لي فراز سويفونت ياك، كي ابارتيان او كاتر تيب اوبليغاتوار، يعني ضروري انك غتلقى راسك في هاد الربعه، وحده من هاد الربعه، ماشي هاد الربعه كلهم، يعني وحده منهم. من تقول واحد الجمله لابد وانك اما تقولها ديكلاراتيف، ولا تقولها انتيروغاتيف، ولا تقولها اكسكلاماتيف، ولا تقولها امبيراتيف، وما يمكنش تقولها من خارج هاد الربعه، فهمتي ولا لا؟ لا فراز ديكلاراتيف يعني تقول واحد، تقول خبر ياك، كافيرم كيلكو شوز، كافيرم كيلكو شوز يعني تتقول شي حاجه، تتخبر بشي حاجه، فهمتيني ولا لا؟ لا فراز انتيروغاتيف اون بوزين كيستيون، يعني تتسول، كطرح شي سؤال، تطرح سؤال. لا فراز اكسكلاماتيف اون مانيفيستين سونتيمون، يعني انك سوى تعجب سوى خوف الى اخره، يعني تتمانيفيست تتبين واحد الاحساس عندك، بينتي التعجب تدير بوان اكسكلاماسيون، بينتي الخوف تتبين تدير بوان دان ديكسكلاماتيف ياك، ديكسكلاماسيون. لا فراز امبيراتيف ياك، هنا اون دون ان اوردر، يعني تتعطي امر، امر تتعطي اوردر. لو تيب انتيروغاتيف اي ماركي اليكري بان بوان دانتيروغاسيون،
يعني بالنسبه للسؤال ديما تنديرو و انتيروغاسيون اي سو كاركتيريز بار دو بروسيدي يعني انه تتميز بجوج ديال المسارات ياك لانفيرسيون دو سيجي اما انك تتقلب الاسم ياك الانتروديكسيون دو اسكو اما تستعمل هذه ولا تستعمل هذه فهمتي وحده فيهم يعني هذه في الاول ديال الجمله غومارك الوغال يعني في الكلام من خلال الصوت ياك لانطوناسيون بيرمي دو كومبروندر كولون بوز اون كيستيون يعني انك من خلال الصوت تعرف الواحد واش عطى سؤال ولا لا يعني يقدر يطرحها لك بشكل اخباري بحال فهاد لا فراز الاولى ياك يقول لك احمد جاء احمد جاء احمد ياك ولا يقول لك جاء احمد ياك ولا لا يعني انت تقول له احمد جاء فهمتي فرق في الانطوناسيون فرق في الصوت ياك ولا لا هنا تتعرف وتتميز بان راه كاين هنا سؤال وهنا ماشي سؤال ماشي جمله اخباريه الا قلت لك جا احمد يعني راه جمله اخباريه قلت لك جا احمد اذن راه هذيك واش هي هاد اللي طرحوا هنا اسكو فهمتيني اضافه لهذيك واش لان طارح هنا لك اسكو فهمتي ولا بلانفيرسيون دو سيجي هذيك تعني تيا واش اذن اضافه لهاد المساله نقدروا نستعملوا لانطوناسيون باش نعرفوا واش كيس واش سيتين كيستيو ولا سيتين فراز ديكلاراتيف فهمتي ولا لا ولكن بشرط اننا تكون في لوغال ياك ان تكون في لوغال يعني تكون في لوغال يعني تكون في الشفوي يعني الانسان تيقولها شفاهيا ديك الجمله يعني من خلال داك الصوت الطريقه ديال الالقاء ديال ديك الجمله تتبين لينا بان هذيك راه سيتين فراز يعني انتيروغاتيف ياك وماشي فراز ديكلاراتيف On distingue l'interrogation totale qui porte sur toute la phrase est appelée une réponse par oui. يعني لك كانت مثلا l'interrogation totale هي من تتسول واحد سؤال كامل فهمتي l'interrogation totale تتسول سؤال كامل شنو سؤال كامل يعني تقول جملة كاملة يعني أن داك السيد اللي غادي يجاوبك كيما يقول لك وي ولا نو فهمتوني لا اما اذا كانت ان انتيروغاسيون بارسييل يعني جزئيه يعني ما تطرحش السؤال كامل تطرح سؤال جزئي يعني السيد الاخر خاصو يكمل الجزء المتبقى فهمتي ولا لا الا قلتي لي واش جا احمد ولا لا واش جا احمد غايقول لك وي يعني راجع قال لك نو يعني ما جاش فهمتي ولا الا قلتي له مثلا فين توجد المدرسه غادي يقول لك راه توجد على قرب او على بعد 3 كيلومترات الى اخره فهنا انت فرضتي على السيد اللي غيجاوب باش يكمل لفخاز فهمتيني اذا انت طرحتي السؤال جزئي هذا ستين انتيروغاسيون بارسييل كي با كي بورت سور كي كي بورت هان كو سور ان اليمون دو لا فراز اي ابل اون ريبونس بلي كومبليت يعني انه تيشمل فقط واحد الجزء من الجمله كي ابيل يعني ابيل يعني تيستلزمو ابيل يعني تيطلب ابيل هي تيطلب اش تيطلب اون ريبونس بلي كومبليت تيطلب واحد الجواب اكثر اتماما لو تيب اكسكلاماتيف اي بارفوا لامبيراتيف سون ماركي ا ليكري بار اون ان بوين ديكسكلاماسيون ياك ديكسكلاماسيون يعني نقطه تعجب هنا مالو يعني في الامبيراتيف ياك في الامبيراتيف وفي ليكسكلاماتيف بالخصوص يعني تنستعملو بالنسبه لهاد الحاله ديال هادي لي فيرب ان اون ار ولا ان ال ار كنا تكلمنا من قبل بان ملي تكون الفيرب الانفينيتيف تيكون عنده قبل من طي ولا قبل من ال تتكون عندهم واحد مي فهمتي بحال اشتي ولا جوتي ياك شمن جوتي هي كنت قلتي لك مره يعني راما ياك ملي تنقراو جا شات ولا جو جات
ات جات يعني ديك تولي عندك او بحال فيها اي هنا تدوبل طي فهمتي جابيل تدوبل طي حيت اي بي بي فهمتي جابيل الا واحد لي فيرب اللي كنا ذكرناهم بانهم تيخدعوا نفس الطريقه ياك هما اللي تيكونوا اكسيبسيون يعني شنو معنيتها معنيتها انك لما نطقتي ديك جو جات جو جابيل يعني لما نطقتيش هاد اي يعني تتكون عندها طي وحده ولا ال وحده ياك ولا نطقتي ديك اي هنا وهنا تدوبل طي وتدوبل ال ياك جو جا جات لا جو جات ياك جو جات تدوبل طي وجابيل تدوبل حيت قبل من لي زال تتقرا اي اي جابيل فهمتي الا الا في هاد الحالات الجوج كاينه جاشات لان هاد اشتي من دوك لي فيرب اللي كنا ذكرنا بانهم حاله خاصه واخا تقرا فيها اي تدير لها غير طي وحده وهذه هي واخا تقرا فيها اي تدير لها غير ال وحده بحال جوبيل فهمتي جوبيل تيبيل ال بيل ياك هذه هي الحالات اللي كنا شفنا قبل يعني ابار هاد القاعده اللي كنا ذكرنا بانها تتسمع اي تدوبل لي طي والدوبل لي ال كاينين هاد لي فيرب اللي هما حاله خاصه واخا تقرا قبل طي اي وتتقرا قبل من ال تتقرا اي هي بحال هنا هي فيها افيك اكسون ما تدوبلش لا ال ولا طي علاش لانهم هادو مذكورين من ضمن دوك لي فيرب والافعال اللي ما تيخضعوش لينا لهاد القاعده اللي تكلمنا عليها ابار هادو كاع هادوك لي فيرب الاخرين اللي ما فيهمش اي تتخليها طي وحده ولا تخليها الوحده عندك باغلي دو سونيتا فيزيك شنو هي فيزيك شنو هي باغلي دو سونيتا فيزيك ها فيزيك شنو هي لا فيزيك كومونيكاسيون ياكت دو لونغاج ياك شنو هي باغلي دو سونيتا فيزيك يعني تتكلم على الحاله الجسميه فهمتي ولا لا فيزيك هي شي حاجه تتلمس اي حاجه تتلمس تسمى فيزيك فهمتي وبما ان الجسم ديالنا شي حاجه باينه فتنسميوه هو فيزيك ياك اذا الحاله الجسميه فهمتيني ولا لا اذا بارلي دو سونيتا فيزيك يعني تتكلم على الحاله الجسميه ديالك كيفاش هو الجسم ديالك داير فهمتيني ولا لا غنشوف واحد المثال هنا جوف سير يعني التلميذ اش قال له ميتريس اسكو جو بوري سورتير واش نقدر نخرج سيل فو بلي يعني من فضلك اش قال له اش قال له اش قالت له الميتريس كاسكوتيا شنو هي كاسكوتيا شنو ديتي شنو عندك كاسكوتيا هاني ماشي كاسكوتي فا فير كاسكوتيا جو نو مونسون با تري بيان جو نو مونسون با تري بيان شنو معناتها ما تنحش راسي مزيان جو نو مونسون با تري بيان لو فيرب سونتير ياك سونتير هي سونتير هي نحس براسي هي هذا لو فيرب سونتير ياك سي ان فيرب دو برومي غروب سونتير ها سي ان فيرب تروزيام غروب تروزيام غروب باش نعرفو باش نعرفو نصرفو نو ما تنقولوش نو سونتيستون ها دابا تنقول نو فينيسون دابا فينير ياك فينير اما انه غيكون دوزيام جروب ولا تروازيام جروب ياك اذا باش نعرفو جو فيني تي فيني الفينو نو فينيسون ديك نو فينيسون تتعرفو بان راه دوزيام جروب اللي حيت علاقاش فيها الصون دوزيام جروب اذا هذا سونتير اش نقولو نو سون نو سون نو سونتيسون نو سونتيون ياك اذا اش من اسم جروب كان تروازيام جروب عندك هنا ياك جو نو مونسون با تري بيان الا بغينا نديرو هادي فاش بعد هاد لا فراز واش كاينه في لا فراز افيرماتيف ولا نيجاتيف ولا فاش ديكلاراتيف راه ديكلاراتيف ولا شنو واش فيها واش فيها لا نيجاسيون ولا لا
Non. Ne me sens pas. Je ne me sens pas. Très bien. يعني هذه الجملة فيها لا نيغاسيون. ولا بغينا نحيدوا لا نيغاسيون واش نقولوا؟ شنقولوا؟ Je sens. ياك؟ Très bien. Très bien. ياك؟ ولا بغينا نديروا لا نيغاسيون واش نديروا؟ تنديروا لا جو نو سون با. شير؟ تنزيدوا نو با. فين تنزيدوها؟ بناء يعني الاول والاخر ديال الفعل. الاول فيرب سونتير. فهمتي ولا لا؟ جو نو سون با. هذه هي لا نيغاسيون. التلميذ انا ما تنحش براسي هو هذاك. Je ne me sens pas très bien. Tu as mal quelque part. Waach nta mrid? Yak? Tu as mal quelque part? Ash qal lewa? Oui, j'ai très mal à la tête. Ana rana mrid mzyan, mrid bzaf. Fras diali. Et je crois que j'ai de la fièvre. Yak? Ou tandon bi anna andi la fièvre chna hiya? Hiya el humma. Yak? Et je crois le verbe croire. يعني تنحس تنظن تنظن بان عندي الحمى ياك اش قالت ليه الاستاذه تي دو افوار لا غريب يعني ما غتكون عندك الا الحمى ياك تي دو افوار لا غريب سخانه اش قالت له غونتر فيت شي توا يعني دخل بالزربه المنزل عندك ياك Et demande à ta maman de t'emmener chez le médecin. يعني قول الأم ديالك ديك لو ميدسان يعني الطبيب ياك. إذن ها هو كيفاش تنوصفو وكيفاش تنتكلمو على ليطا فيزيك. هذا هذا تويا مالكيل با. إيوا هادي جو مو سون با تخي بيان. Je me sens pas très bien. Tu es au raso, ou has, ou has, ou has, ou hadek. Je ne me sens pas très bien. Je dis que tu as mal quelque part. Je dis que tu as mal. Oui, j'ai très mal à la tête. Oui, j'ai très mal à la tête. Je dis que tu as mal à la tête. Je dis que tu as mal à la tête. Je dis que tu as mal à la tête. Je dis que tu as mal à la tête. Il est très mal à la tête. Je crois que j'ai de la fièvre. Il y a de la fièvre. Il y a de Je ne me sens pas très bien. Il y a de la fièvre. J'ai très mal à la tête. Et je crois que j'ai de la fièvre. Il y a 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 أو الحالة الجسمية ديالو. إذا من هاد لي كيستيون مثلا اللي نقدروا نسولو نطرحوها على هاد السيد هذا ولا هاد البيرسون هذا شنو هي؟ كومون طاليفو ياك؟ كيفاش أنت غادي؟ كيف حالتك؟ فهمتي؟ كومون فاتي؟ فين غادي؟ راه هي لو فيرب آلي نيت، لو فيرب آلي هنا هنا فهمتي؟ كيما تقولي كومون طاليفو ياك؟ كومون فاتي؟ في غادي سافا واش مزيان؟ إي سيت سونتي إي سيت سونتي هنا تتسول على الصحة ديالو ياك؟ يا ست سونتي فوزالي بيه؟ يا غادي مزيان ياك؟ تي فا بيه؟ إذا هادو سون دي كيستيون باغ ليكيل فو دوموندي أن امبورت كي دو باغلي دو سون إيطا فيزيك يعني تطرح عليك أنت شي واحد شي كيستيون من هاد لي كيستيون اللي شفنا من قبل ياك؟ هي ديال بأنك باش تتكلم على فوطخ إيطا فيزيك ما كاين الأجوبة ديالها فهمتي؟ Je vais très bien, je vis bien, merci. Je me porte très bien, je me porte bien. Ça ne va pas du tout. Je vais très bien, merci, je me porte très bien. Ça ne va pas du tout. Je me sens mal, je me sens faible. يعني تنحس براسي مريض تنحس براسي ضعيف فاتيغي يعني تنحس براسي انني عيان ياك يعني في عياء جي دو لا فيفر يعني عندي فيا سخان ياك جي بخي فخوا انني في البرد ياك
جي بخيفو ضاربو البرد، جي انغين يعني ضارب هذاك ضاربك الريح مثلا ياك، غيم هي ديك انسان تبدا يعطس الى اخره، الرواح ان اونجين لا لا غريب ياك يعني هذيك السخانه الى اخره، جي مال على الطيط يعني ضارني راسي، على غورج يعني في القرجوطه ديالي، على استوما في المريضه اودون ضارني سناني ولا الادراس ديالي، جو مسويت بلاسي انا يعني مجروح، اوبغا مجروح في يدي وجونق في الركبه ديالي، على الطيط مجروح في الراس ديالي. المهم هادو الصون دي موديل ياك par lesquels on peut répondre à ces questions-là et par lesquels on peut parler de notre état physique. C'est-à-dire que vous avez des formules et des expressions qu'on peut utiliser pour répondre à ces questions-là qu'on peut poser à n'importe qui. Les phrases qui ont quatre types. Les phrases, je n'ai pas les phrases affirmatives, les phrases exclamatives, les phrases interrogatives et les phrases négatives. Hein? Négatives. Les phrases impératives. Les phrases impératives. هنا غنشوفوا بان كاين d'autres types de phrases ياك ماشي غير هما تابع لهذوك اللي شفناه قبل ياك. يعني شنو هما غنشوف هذا التكست هذا من خلاله غيتبين لينا اشنو اللي غيقصدوا بهذا الشيء اللي كاين هنا ياك. من خلال التكست اللي غنتكلموا عليه غيبان لينا شي امور جديده. ليليف ا ايتي رامني شي لوي بار سا ميتريس، يعني ان التلميذ يعني اتخاذ المنزل ديالو بشكون يعني اخذ الى منزله ياك بالمعلمه، يعني المعلمه هي اللي خذاته فهمتي. لوسكي لاغيف ايل دي مامون جي دي فيرتيج، فهمتيني؟ ليليف ايتي رامني شي لوي بار سا ميتريس، يعني ان التلميذ اخذ الى منزله. اذا قلنا ليليف ايتي رامني شي لوي بار سا ميتريس، يعني اخذ الى منزله عن طريق استاذك. لوسكي لاغيف ملي وصل ايل دي مامون جي دي فيرتيج، يعني امي يعني راه فيا الدوخ ياك. اش قالت له تي ابري طون بوتي ديجوني سو ماتان، واش خديتي الفطور ديالك الصباح؟ اش قال هو نون جو ني ريان مونجي، يعني ما كليت والو. سي لو مونك دو نوريتور، يعني هذا راه النقص ديال الاكل. كي تو في سي لو مونك دو نوريتور كي تو في تورني لا تيت، يعني هذا النقص ديال الاكل هو اللي خلى الراس ديالك يدور ياك. مونج ان بو يعني كل شويه، اي سي سولا نو فا با ميو، يعني هادشي لما تحسنش نو زيرون شي ميدسان، يعني غنمشيو عند الطبيب ياك. تلاحظ هنا هاد لافخاز جو ني غيا مونجي، شنو هي جو ني غيا مونجي؟ هي ما كليت حتى حاجه، ولا بغينا نقولوا رانا كليت شنو نقولوا؟ جي مونجي. اذا شنو زادوا ليها باش ولات منفيه هاد الجمله؟ شنو زادوا ليها؟ زادوا ليها كتعني نو يكون زادوا ليها غيان. إذا كاينه عندنا، كاينه عندنا في الحقيقة جي مونجي ياك. اش ولات عندنا جو نو غيان؟ هذه أ مع هاد أ تنحيدو جو ني غيان مونجي ياك، حيت كاينه أ مع أ تنحيدو اللولة وتنديرو أبوستروف ياك، جو ني غيان مونجي، يعني ولات عندنا لا نيغاسيون، يعني في اللغه العربيه هي النفي، يعني انني نفيت الاكل، يعني انني ما كليتش فهمتي. حتى قالت كاين بعد ما نعطيوها في مثال اخر، مثلا الا جات الام ديال شي طفل قالت له انت اللي كليتي هذه الحلوه مثلا ياك ولا لا، اش غنقول له؟ لا جو ني غيان مونجي، انا ما كليت والو فهمتي ولا لا. اذا اش ندير؟ نفى هذا الاكل ديال ديك الحاجه فهمتي ولا لا. اذا بالنسبه لهذه الحاله اللي عندنا حنا، فهذا الطفل تينفي الام ديالو بانه راه كلا شي حاجه في الصباح فهمتيني. اذا هي شنو قالت له؟ قالت له بانك انت راه هاد الاكل اللي ناقصك هو اللي خلى الدوخه تكون فهمتيني ولا. اذا هو احتمال، ولكن في حاله الا مشات كلا مثلا وما حجك الدوخه هنا غتولي
دخل حتى ليليف ا ايتي غامني شي لوي باغ سا ميتريس فهمتي ليليف ا ايتي غامني شي لوي باغ سا ميتريس تيمكن لينا نكتبوها بواحد الطريقه اخرى تيمكن نكتبوها مثلا لا ميتريس ياك ا امني شنو امني هي الدات ياك ولا غمني 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 زيد ليليف ليليف ش ارانز شيروي ياك اذا لا ميتريس غمني ال غمني ليليف شيروي اشني هي الجمله كيفاش تكتبات هنا ديرين هنا ليليف شو الاول ما بقاش لا ميتريس هي الاولى ولا لو سيجي هو ليليف من قبلش كانت لا ميتريس اغمني ليليف ليليف اش كان اش كان هو الفاعل ولا كان مفعول به مفعول به كان مفعول به دابا اش غيولي غيولي هو الفاعل غيولي هو لو سيجي فهمتي لا غيولي ليليف ها شنو هو ا ايتي ها اغمني اغمني شيلوي لا ميتريس باغ لا ميتريس ياك باغ لا ميتريس اذا هنا تقلبات الجمله ما بقاتش كما كانت في الاول لا ميتريس هي لو سوجي ولا ليليف يعني اش كان ليليف كان كومبليمون دو سوجي اذا المهم لا ميتريس كانت هي لو سوجي دابا ولا عندنا ليليف هو لو سوجي هنا في التكست هنا هو اللي غنشوفو هنا ياك لا فورم نيجاتيف اون ني كلكو شوز يعني شنو هي اون ني سي لو فيرب ني ني شنو هي ني 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 شنو هي ني ني هي انكارا انكارا فهمتيني ولا لا يعني شنو انكارا هي انكار تنقولو حنا باللغه الدارجه عندنا انكار تنكر بانه دار شي حاجه فهمتيني ولا لا اذا هذا الطفل هذا انكر بانه كلا هذا الصباح فهمتيني ولا لا اذا اش نستعملو تنستعملو لو فيرب ني اذا هاد لا نيغاسيون لا فورم نيجاتيف اون ني كلكو شوز يعني اون ني سي لو فيرب ني يعني تنكرو شي حاجه هذا هو علاش نسميوها لا فورم نيجاتيف ني نيجاتيف ني يعني هاد نيجاتيف جايه من لو فيرب ني من الانكار فهمتي ولا لا النفي ايل سيكسبريم بار لومبلوا دي مو كي ساجوت ا لا فراز افيرماتيف يعني ان هذيك لا فراز افيرماتيف اللي كنا شفنا قبل اللي هي وحده من المكونات ديال لي فراز الاربعه اللي في اي اكسبريسيون ضروري اننا نستعمل وحده فيهم اذا هاد لا فراز افيرماتيف تنضيف ليها ياك هاد هاد لي مو هادو ياك ولا لا هاد لي مو هادو تنضيفهم ديك فراز افيرماتيف تتولي على فورم نيجاتيف فهمتي ولا لا اش نستعملوا هاد اشنو هما هاد لي مو هادو كاينه ن با ياك ن با وكاينه ن بلي وكاينه ن ريا وكاينه ن جامي وكاينه ن غير هادي اللي استعمل الولد هنايا شنو هي ن ن ريا ياك ن ريا هيا ن وتدير الفعل وتدير غيا ن تدير الفعل جامي ن تدير الفعل غير فهمتي وهكذا تتنفي داك الفعل اللي درتي بيناتهم فهمتي ولا هنا غنشوفوا لا فورم تقدر تعطيني مثلا شي مثال هنا فيه لا فورم نيجاتيف ها مثلا نقول تقول جاي بارتي ها بارتي على ليكول ايه نفيها اش غنقولها جوني با بارتي على ليكول ياك ولا كان الفعل فالفعل ديريكت بحال هكا ياك نقول مثلا جي جو باس جو با مثلا جو باس جو باس مون طون مثلا ياك او سيبر مثلا ياك تا
تندوز الوقت ديالي في السيبر. اذا اش غندير له؟ جو نو باس با، فهمتي؟ جو نو باس با مون طون او سيبر، ياك؟ ما كندوزش وقتي في السيبر. اه انت فهمتيني. اذا هذا عندنا هنا لا فورم باسيف. لا فورم باسيف هي اللي تكلمنا عليها قبل قليل، فهمتي؟ لو كومبليمون دوبجي ديريكت، ياك؟ بحال هذاك الطفل هنا، اش كانت عندنا؟ كانت عندنا في الاول كما قلنا بان لا ميتريس اغمني، ياك؟ اغمني ليليف شلوي، اغمني ليليف شلوي، ياك؟ اش ولات عندنا؟ ولات عندنا ليليف اي تي غمني شلوي باغ لا ميتريس. اذا هنا ليليف كان في الاول هو لوبجي، ياك؟ هو لو كومبليمون دوبجي، ياك؟ بحال هنا اي تي غمني ليليف كان هو لو كومبليمون دوبجي، ولا عندنا هذا لو كومبليمون دوبجي هو لو سوجي، هو اللي عندنا هنا دابا عطاو تكلموا لك هنا. يعني لا فورم باسيف هي لو كومبليمون دوبجي ديريكت دو لا فراز اكتيف دوفيان لو سوجي. يعني هذاك لو كومبليمون دوبجي اللي كان هو الاخر اش غيولي؟ دو لا فراز اكتيف اش ولا؟ دوفيان يعني غيولي لو سوجي دو لا فراز باسيف، فهمتيني ولا لا؟ الاولى اللي كنا تكلمنا عليها هذه تتسمى ستين فراز اكتيف، ياك؟ علاش؟ لحقاش كل واحد شاد بلاصتو. يعني عندنا هنا لا ميتريس ا غامني ليليف شلوي. دابا اش ولات عندنا؟ ولات عندنا لا فراز باسيف، فهمتي؟ باسيف هي مبنيه للمجهول، فهمتي ولا لا؟ تتبنى للمجهول. ممكن بحال دابا في هذه الحاله نقولوا ليليف ا ايتي غامني شلوي بلا ما نذكروا لا ميتريس، فهمتي ولا لا؟ يعني الطفل اخذ الى منزله، شكون اللي خذاه؟ الله اعلم، فهمتي ولا لا؟ غير بمجرد ان نقول ديك اخذ يعني تنعتبروا بان ما عرفناش واش خو ولا اختو ولا عمو ولا الاب ديالو ولا الام ديالو اللي داه، فهمتي؟ اذا تيكون مبني للمجهول، اذا تتسمى هنا ستين فراز باسيف، فهمتي؟ ولو اننا راه واضحه بان لا ميتريس هي اللي داتو، فهمتي ولا لا؟ اذا غير هي لا فورم ديال لا فراز راه ولات باسيف مبنيه للمجهول، لانه واخا نحيدوا هاد لا ميتريس تبقى الجمله صحيحه، فهمتي؟ ليليف اي تي غامني شلوي جمله صحيحه، فهمتي ولا لا؟ المهم هذه ستين فخا ستين فورم باسيف، بينما لا فورم الاولى اللي تكلمنا عليها ستين فورم فورم اكتيف، فهمتي ولا لا؟ هاي لا فورم اكتيف دوفيا، ياك؟ شتولي لو سيجي، ايه؟ فين لا فراز باسيف؟